أيضا صور من غزة تظهر إطلاق قذائف ضوئية. نعم، هذه قنابل مضيئة، وأيضا نسمع صوت كأنه قذائف في الخلفية. هذه القنابل تضيء سماء غزة. على ما يبدو أنه قصف إسرائيلي عنيف على قطاع غزة حالياً، وهو وفق المعلومات يستهدف عدة مواقع في القطاع، كما أنه استهدف منذ قليل مستشفى الرنتيس المتخصص بسرطان الأطفال، وقبلها محيط مستشفى الإندونيسي، كما استهدف القصف محيط عدة مستشفيات سابقاً. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.